السلام عليكم. التحولات التي عاشتها اليمن في الأعوام الأخيرة كانت تحولات استثنائية بإيجابياتها وسلبياتها، لكنها تحولات أثرت على المجتمع اليمني بشكل مباشر. قبل الحرب الذي جاءت نتيجة طبيعية لسبب رئيسي اسمه الانقلاب، كان الوئام المدني في اليمن قد بلغ أعلى مستوياته، وكان اليمنيون قد أنجزوا وثيقة مدنية تاريخية وقعت عليها كل الأطراف الفاعلة في مؤتمر الحوار الوطني. وكان الدستور المدني الذي جاء بفعل ثورة وحوار قد أصبح مسودة قبل أن تلقي الحرب بظلالها على المزاج العام والكيان الجامع واستحضار العنف الديني في المجتمع من خلال الميراث الأسود للإمامة وكل أشكال التطرف في البلد التي عمل الانقلاب على تخصيبها. ما خلفته الحرب من دمار في بنية المجتمع ونفسيته وتصدعات وانقسامات في هويته الجامعة لا يقل ألما عما خلفته من دمار للروابط الاجتماعية وما أنتجه الانقلاب من تهشيم روحي طال معنوية اليمني ورفع منسوب التوتر في المزاج العام الذي أصبح مشحونا أكثر من أي وقت مضى. غير أن ثمة ملمح أبيض داخل أكوام الدخان لا يزال حاضرا متمثلا بالوعي بفكرة الدولة والحقوق العامة وإدانة الجريمة أي كانت ومن أينما كانت. ذلك الملمح لا يزال حاضرا في الوسط اليمني العقلاني والإنساني السوي المتماسك والعصي على التجريف والتشويش الذي طال الفضاء العمومي والشأن العام حول مآلات العنف. مشاهدين الكرام، الذي طال المجتمع بفعل الانقلاب والحرب ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، فدعونا نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير. وسط الأسلحة تصمت القوانين، هكذا قيل في وصف الحرب التي لم تعد حدثا عسكريا فحسب، وهي تتخذ أكثر الوجوه قتامة وسوادا لتلتهم المدن والإنسان والأرواح وتدمر نظم العيش الاجتماعية القضائية منها والأخلاقية والدينية. حرب يخسر اليمنيون فيها وهي تلقي بظلالها الثقيلة على المزاج العام للناس، لتبدأ معها سلسلة من العنف المزدوج الذي ظهر على هامشها فغاب القانون وحضرت الهمجية بديلا عنه منذ أن غابت الدولة وحضرت العصابة. يعيش اليمنيون تفاصيل يوميات الحرب وتظهر على حياتهم أحداث لم يألفوها ولم تكن يوما في حسبانهم. اليمن كبلد يعاني أطفاله من سوء التغذية، والأخطر من ذلك تحضر جماعات هي الأخرى تعاني من سوء تغذية الأفكار محملة بعنف أو عنف مضاد يخسر معه الإرث المدني والديني معا وكذلك السلم المجتمعي. فأكثر ما يمكن حصره من الدمار المادي الناتج عن الحرب وتداعياتها التي كان الانقلاب سببا رئيسيا فيها هو ذلك الدمار الذي يطال المجتمع وتجريف التراكمات المتعلقة بمدنية الدولة. ثقافة التفجير والتدمير انتقلت كأسوأ ثقافة كانت محمولة على ظهر صرخة الميليشيا التي انتقلت من أول صرخة في شمال الشمال إلى ساحل عدن وأودية تعز وسهول تهامة لتجهض أحلام اليمنيين في بلد يتسع لمساحة من الديمقراطية والحرية التي كانت حاضرة في أبرز مراحلهم النضالية لنصف قرن مضى باعتبارها إحدى اللافتات العريضة التي حضرت في ثورتهم الأخيرة ووثيقة الحوار. يحرص اليمنيون على الحفاظ على فكرتي العدالة والدولة والحقوق العامة وإدانة الجريمة أيا كان مصدرها كسلاح أخير للحفاظ على وجودهم الإنساني في مواجهة التطرفات الناشئة عن غياب الدولة تحت مسميات غريبة عن اليمنيين. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الفكرة حول مآلات العنف التي طالت المجتمع ستكون معنا عبر سكايب الناشطة الحقوقية نجلاء العمري من نيويورك. مساء الخير أستاذة نجلاء. مساء النور. أهلا بك معنا أستاذة نجلاء. وبدأنا الحديث عن هذه المآلات التي تخلفها الحرب عادة والتي ربما تصيب المجتمع، نعيد الحديث عن بداياتها أو المسببات الفكرية لتلك النتائج، كيف تتحدثين عنها؟ أهم الأسباب مثل هذه النتائج التي تعتبر على المجتمعات هو عدة نقاط، من أهمها أن يكون هناك مجموعة من الناس أو عدد من الأفراد يعتقدون أن لهم حق مختلف عن حقوق الآخرين،
ويعتقدون أن لهم أفضلية ما، قد تنشأ هذه الأفضلية نتيجة الدين، نتيجة الطبقة، نتيجة السلالة، نتيجة العنصر، نتيجة اللون، كيفما كانت. فإن هذه الأشكال أو هذه الأسباب التي تؤدي إلى هذه الأفضلية هي ينتج عنها هذا الشق وهذا الاقتتال في المجتمع، لأن الإنسان الواعي المتحضر لا يستطيع أن يتقبل فكرة أن يكون أقل من الآخرين، وبالتالي تبدأ هذه الدائرة التي لا نستطيع أن نفرغ منها في هذا الإطار. نعم، هل تتوقعين يعني أن يكون الانقلاب هو مسبب لكل ما حدث، وهذا الذي يحدث الآن في المجتمع هو مجرد نتائج لما حدث؟ الانقلاب أيضا هو كما يبدو لنا نتيجة. نعم. يبدو أننا في هذه نتيجة لماذا أستاذة نجلاء؟ سأتي إليك بالحديث. يبدو أننا في خلال هذه المرحلة الطويلة بعد الثورة السبتمبرية لم نقم بأي إعادة غربلة لهذه العقلية ولهذه الآلية في التفكير. تركنا المجتمع كما هو، أو ربما أصبح أكثر تسييسا وأكثر ترتيب إعادة تفكير في بهذه الطريقة. أصبح المجتمع اليوم كأنه يريد أن يسترد ما خسره في حقب ماضية، كل بطريقته. المجتمع بأكمله؟ كل بطريقته. لدينا المجتمع الذي أفرزته الثورة، وكان هذا المجتمع بحاجة إلى أن يتماهى مرة أخرى مع أجزاء من المجتمع الذين أفرزتهم الإمامة، ولدينا الكثير من الأفكار في هذين الإطارين. اليوم نحن بصدد التعامل أمام كارثة كبيرة، وهي أن نستمر في إطار الفرز الطائفي. الاستمرار في هذا الإطار هو الذي يسبب بانقلاب تلو آخر. نعم. والجماعة الإنقلابية اليوم هي تعتقد أن لديها حق إلهي. هذا الحق الإلهي استمرت في التفكير به ليس في فترة الانقلاب أو بعد الانقلاب، وليست قبل 5 سنوات أو 10 سنوات، وإنما هي تفكر بهذه الطريقة بشكل مستمر. لا يوجد هناك حتى ربما نقاشات داخلية بين المذاهب المتعددة التي كانت متآلفة لكي تصل إلى حق حقيقي للإنسان اليمني، ليس للمذهبي وليس للشافعي وليس للزيدي وليس للحوثي، وإنما للإنسان اليمني. نعم، لكن أستاذة نجلاء يعني لو عدنا بالحديث إلى فترة وسطية ربما كان المجتمع فيها يعيش تناغم وانسجام، لم يكن أحد يسأل أحد ما مذهبك أو كيف تصلي، كان السني يصلي أو الزيدي يصلي أمام الشافعي دون أي حرج، كان هناك يعني ربما انسجام أكثر وربما توائم أكثر. كلما مرت أو كلما أقدمنا على سنوات قادمة وجدنا أن هناك عنف وتطرف، كما تفضلت كل طرف يعني يحمل أفكاره ويتطرف ضدها بشكل ملحوظ، وربما الحرب أفرزت ما يعني أسوأ ما لدينا من ناحية الأفكار بالذات. هذا صحيح. أنا أؤمن بأن الإنسان اليمني يستطيع أن يتعايش، وهو قادر على أن يتقبل الآخر، وأثبتت لنا السنوات الماضية هذا الشيء. ولكن العمل السياسي واللعب على هذه المفردات الطائفية والسلالية وهذه الأفكار الخطرة هو الذي يسبب في تكبير مثل هذه الأفكار. ولكن ذلك لا يمنع أن نعترف أن هناك الكثير من يؤمن بهذا الحق، وعندما وجد الفرصة المواتية لكي يتحدث عن هذا الحق أو لكي يحصل على هذا الحق استخدمها. طيب أستاذة، يعني هناك ربما الآن أو في الفترة الماضية كان الفقر شديد في المجتمع، الجهل أيضا، لم تكن نسبة التعليم عالية ولم تصل حتى إلى جميع الناس خصوصا في مناطق الشمال، أيضا ما خلفته ثنائية الحرب والانقلاب ربما تنتج تطرف وعنف أكبر مما كان هو موجود. هل يمكن أن نقول أن الانقلاب والحرب خلفتا يعني أو كانت عاملا تحفيزيا لكل أو لتخصيب العنف والتطرف بالذات؟ أكيد، بالتأكيد. عندما تغيب الدولة كيفما كان هذا الغياب، وجود دولة بكل مساوئها أفضل من الفوضى.
هذا لا خلاف عليه. عندما تغيب الدولة ويحل محلها عصابة ميليشيا، توقعي أن يبرز على سطح المجتمع كل الغثاء الذي لم يكن يظهر من قبل، وهذا ما حدث فعلا. الانقلاب هو عبارة عن شرخ مجتمعي مرعب لن يتم تجاوزه بسهولة، لأنه بكل بساطة أفرز أسوأ ما لدى هذا المجتمع من أشياء، ولأنه أيضا دمر ما كان ما تبقى لدينا من أشياء من خلال الدولة التي لم تكن بتلك المستوى من المؤسسية والنظام، ولكن كان لدينا نوعا ما هيكلية واضحة، وكان لدينا سيطرة واضحة. لكن في ظل الانقلاب وفي ظل هذه الفوضى، الشرخ يتسع، ورق هذا الشرخ يبدو لي سيكون صعبا كثيرا. نعم. طيب أستاذة نجلاء، يعني أنت تتحدثين عن شرخ يتسع يوما بعد يوم، هل تعتقدين أن يعني بوسعنا يعني أنت رميتي ربما بثقل أكبر على السياسة ولعبها حول هذه المفردات بالذات، وكيف أنها تنمي مثل هذه الأفكار؟ لو تم الصلح السياسي وعادت الأوضاع ربما يعني إلى وضع هادئ ومستقر، تتوقع أن الشرخ الاجتماعي يمكن صدقه فيما بعد؟ منذ 2011 ونحن نقول بأن العدالة الاجتماعية هي التي ستساهم في رتق هذا الشر وإعادة التئام النسيج الاجتماعي. لا نستطيع أن ننكر بأن هذا الشرخ يتسع منذ 2011، لأن لم تكن فقط مسألة المناطقية والسلالية في تلك الأثناء، ولكن أيضا هناك الكثير من الدماء التي سالت والتي تستحق أن تحصل على العدالة الاجتماعية. ففي ظل مجموعة أشياء من بينها المواطنة المتساوية، من بينها العدالة الاجتماعية، من بينها الديمقراطية الحقيقية، من بينها النظام والقانون، في ظل كل هذه الأطر نستطيع أن نلتحم مرة أخرى وأن يلتئم الشرخ، خاصة وأن المجتمع اليمني لا يزال راغبا في ذلك، ولا تزال هناك الكثير من الناس ينأون بأنفسهم عن هذا المستوى من التفرقة السلالية والطائفية والمذهبية، ويؤمنون بالإنسان اليمني بشكل عام. إذا اسمح لنا أستاذة نجلاء أن ينضم إلينا في هذا الحوار الأستاذ أيمن نبيل المحلل السياسي من ألمانيا. مساء الخير أستاذ أيمن. أستاذ نبيل، البلد تعيش الآن في مرحلة انقلاب وحرب أيضا، ما هي أبرز النتائج التي تصيب السلم المجتمعي بالذات؟ هناك عدة أشياء. مثلا أول شيء طبعا انهيار القانون، وانهيار السيادة، وانهيار مصفوف الشعب. هذه الثلاث الأمور الأساسية التي تقوم أي دولة على أساسها، يعني هذه الآن كلها مع الانقلاب والحرب تقريبا او تشرخ على يعني على الاقل، وهذا اشكال كبير ويحتاج الى معالجه تاريخ. نعم استاذ ايمن. نعم اكملت الجواب على السؤال. نعم. اذا يعني هل نفهم ان تغييب الدوله ربما، او في ظل غياب الدوله نستطيع ان نقول ان الفوضى هي ربما يعني ابرز مكتسب للمجتمع، وربما هي تصب في اجنده الانقلابيين؟ طبعا اي انقلابي في النهايه يريد ايضا ان يبني دولته، ولكن الدوله هنا تصبح يعني قريبه نوعا ما من المفهوم الماركسي للدوله، انها لكن بعيدا عن بعدها الاقتصادي، بمعنى ان الدوله تصبح عباره عن وسيله واداه بيد طرف فقط او بيد طبقه او بيد جهه معينه. ما يحصل الان ما يقوم به المنقلب على ايدي السلطه انه يريد الدوله له في النهايه، او لطبقته او للجهه التي يمثلها في النهايه. الفوضى الدولة أساسا، بعيدا الآن عن التنظيرات الفلسفية لفكرة الدولة، الجانب العملي للدولة هو ضبط المجتمع. طبعا في هناك عملية توتر مع ذلك بين المجتمع والدولة، هناك قانون، هناك ديمقراطية، هناك مواطنة، هناك عملية تاريخية طويلة، ولكن بمجرد أن تنهار الدولة تتفسخ مفاهيم كثيرة. عندما لا يوجد قانون، لا توجد سيادة للدولة، خصوصا الآن لا يوجد سيادة للدولة تجاه المواطنين، ولا يوجد ايضا سياده للدوله تجاه الجيران. القرار السعودي والامارات الان يعني يبحر ويسمح في الطيران في المجال الجوي اليمني، وقبل ذلك الطائرات الامريكيه بنقليه ريم علي عبد الله صالح، وبالتالي فكره السياده نفسها هنا انتهت. هذا بعد ذلك يعمل جروح كبرى في
في الوعي الجمعي للمواطنين، حتى المواطن البسيط نفسه يدرك هذا، وإن كان بعيدا عن المفاهيم الكبيرة يعني والتي تناقش بعد ذلك في الفلسفة ونظرية الدولة. نعم، طيب هذا الوعي الجمعي الذي تحدثت عنه والذي ربما يعني أصاب في جرح كبير فيه ويصاب يوميا ربما ويترتب عليه تطرف وعنف من يعني الجهة المضطهدة تجاه الطرف الآخر، هل تتوقع أن يمكن أن يلتئم مثل هذه أو تلتئم مثل هذه الجراح مستقبلا؟ طبعا أختي الكريمة، في التاريخ أو في الحياة يعني ما فيش، على الأقل أنا مؤمن بهذا شخصيا، ما في شيء اسمه حتمية. هناك إمكانية طبعا هناك، لكن لابد أن يكون هناك كفاح، ولهذا يعني المهمة ممكنة طبعا. هناك دول انهارت وتكسرت يعني وشعوب اقتتلت مع بعضها وبعد ذلك بنوا دول ودول كبيرة أيضا، ولكن المسألة الآن تحتاج إلى معالجات تاريخية. مثلا الآن السلطة التي يمثلها عبد الرب منصور هادي وحكومته يستحيل أن تقوم يعني بمعالجة أصغر جرح. نعم، أنا كنت أود أن أسألك فيما بعد عن هذه النقطة، يعني هل تتوقع أن لدينا سلطة يمكن أن تدرك ما الذي أصاب المجتمع نفسيا والعوامل التي قد تؤثر عليه نتيجة الحرب؟ لا إطلاقا، لا مش موجود هذا العامل. تعرفي يا أختي الكريمة، بناء الدول يحتاج رجال دولة، يحتاج إلى مسؤوليات تاريخية، يحتاج أيضا إلى حركات سياسية تستطيع أن تنظم قاعدة شعبية. بناء الدولة لا يتم هكذا لوحده، يعني بناء الدولة خاصة في حالتنا الآن، يعني زمان هذا كان في أوروبا هي الدولة القومية هي الملكية المطلقة، كان الملك يستطيع يرسم قوانين ويعمل ويبني دولة من الحضر زي مثلا بطرس الأكبر في روسيا مثلا، ولكن الآن لابد المجتمع أن يشارك في بناء الدولة وأن يقتنع بهذا، وإلا فإن العملية ستفشل. طيب من الذي سيقوم بهذا؟ من الذي سينظم الجهد الشعبي؟ المجتمع لا يقوم بمبادرة ذاتية. فكرة أن الناس دائما يقولوا المجتمع هذا خارب، المجتمع هذا لا يصلح لشيء، هذا كله كلام فاضي. المجتمع لا يبادر، هناك نخب هي التي تقود المجتمع وتنظمه، وعلى يعني في رأسها طبعا أول شيء القوى السياسية، وثانيا بعد ذلك القوى النقابية والمدنية، وثالثا طبقة الصحفيين والكتاب والمثقفين. للأسف مختلفة الثلاث الطبقات هذه عبارة عن طبقة خائن للمجتمع، وبالتالي فكرة أنه هذه القوى تستطيع أن تقوم بعملية تاريخية يعني تطلع لمهمة تاريخية ضخمة إعادة بناء دولة أمر أشبك فيها. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ أيمن نبيل محلل سياسي، كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا. عودة إليك أستاذ نجلاء. أستاذ نجلاء، طرح السيد نبيل أكثر من نقطة ربما أبرزها أن بناء الدولة يحتاج إلى رجال دولة، وأن لا سلطة لدينا تعي مقدار الهوة التي حصلت في يعني الوئام المجتمعي. هو تحدث عن مجموعة من نقاط هي ربما في نظره من تقود الدولة، قوة سياسية وربما هذه طرحناها معا، النقابية، القوى النقابية والمدنية، وهناك أيضا قوة الكتاب والمثقفين والصحفيين الذي على كل فئة يفترض أن تقوم بدورها. كيف تقيمين هذه القوى الثلاث؟ في البداية أتفق مع الأستاذ فيما قال كثيرا، ولقد وضع يده على الجرح. لدينا ثلاث مراحل أو ثلاث نقاط في غاية الأهمية. في هذه المرحلة الحرجة وفي هذه المرحلة التي تكاد تكون نتجه فيها نحو الهاوية، نجد أن كثير من هذه القوى تسقط للأسف، ولا تستطيع أن تقوم بالعبء المطلوب منها. القوى السياسية هي من أوصلت البلد في مرحلة من المراحل إلى هذا المستوى. القوى المدنية شاركت الآن في أن تستمر في إيصال البلد إلى ما هو أسوأ. الإعلام منقسم وليس لديه أجندة وطنية واضحة، وإن كان لديه أجندة وطنية واضحة فهي أيضا لها تراتبية معينة ولها مصالح معينة. نحن بحاجة إلى العمل الكثيف على مستوى ما قاله الأستاذ، أن يكون هناك نخب حقيقية. ليس بالضرورة أن تكون هناك ملايين النخب أو ملايين الأفراد، ولكن
يجب أن يكون هناك نخبة تثق بعض في بعضها البعض وتحاول مع بعضها البعض في أن تعيد هذا البناء مرة أخرى. نعم، إذن أتحدث عن الإعلام أستاذة نجلة، يعني ودعني أطرح هذه النقطة التي طرحت ربما من بعض الأشخاص الذين تحدثوا أن لا انقسام حقيقي موجود في المجتمع غير ما تروجه كثير من وسائل الإعلام، أو ربما تزيد من وتيرة يعني جدوة النار فيه، يعني ربما المجتمع البسيط ما زال محافظ على هذا التماسك، هناك فقط من يشعل النار يعني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر التلفزيونات او القنوات يعني التي تحمل اجندات معينه. كيف تعلقين على هذه النقطه؟ نحن ليس لدينا ادوات للبحث لكي نصل الى عمق المجتمع ونحدد بالضبط ما احدثته هذه الحرب في هذا المجتمع. لذلك الحديث سيظل مجرد ترهات. نحن نتحدث عن مجتمع، هذا المجتمع عانى الويلات لمدة سنة ونصف على الأقل من خلال حرب، هذه الحرب ولا توجد حرب عادلة، ولكنها هذه الحرب أودت بكثير من الشباب وبكثير من الأسر وبكثير من الأطفال وبكثير من النساء والرجال، ودمرت الكثير من البيوت وانتهكت الحقوق وعملت الشيء الكثير. هل نستطيع أن نقول أن هذا المجتمع مجتمع بارد ومجتمع مجمد لا يشعر؟ لا نستطيع أن نقول ذلك، لا نستطيع أبدا أن نقول ذلك. هناك المحاولة التي تظل داخل كل فرد منا، أنا وأنت وغيرنا، لأننا نريد أن نسير باليمن نحو السلام، فنقول بأنه سنتناسى، سنتغافل عما حدث، سنغفر ونتسامح، هكذا نقول في صدورنا. ولكن أنا أقول أن هناك الكثير من الناس، الكثير من الأسر لن تستطيع أن تغفر وتسامح، لأن الجرح عميق. إذا كنا نحن ليس لدينا من قتل، إذا كنا نحن ليس لدينا من فجر بيته، إذا كنا نحن، لكن هناك من ألمته هذه الحرب حتى النخاع. نعم، إذا نشارك معنا أستاذة نجلاء ثابت الأحمدي الكاتب والباحث عبر الهاتف من مكة. مرحبا بك أستاذ ثابت. عفوا، من الرياض. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ ثابت. يعني نحن نتحدث عن يعني ما الذي أصاب المجتمع خلال حرب يعني ربما يعيشها أكثر من سنة ونصف، وانقلاب أتى على ما تبقى من الدولة. بشكل عام يا عزيزتي أقول لك جماعة الحوثي تشبه الفيروس الذي يضرب الجسم ويقوي رمحته تماما. هذه جماعة لا مشروع لها، هي تريد الوصول إلى الحكم بغرض التحكم لا بغرض إدارة الحكم، أو أن لها مشروع أو فلسفة أو التزام معين تجاه الجماهير وتجاه المجتمع. أبدا، هي تريد أن تصل إلى الحكم بغرض التحكم وبغرض كسب مزيد من المال وبغرض فرض طائفية وأيضا الاستحواذ على مقدرات الدولة. هي تحارب الآن، تحارب اليمنيين جميعا بالدولة نفسها، بمؤسسات الدولة، بأمن الدولة، بجيش الدولة، يعني بكل إمكانات الدولة. هذه الجماعة تسعى إلى فرض طائفية على المجتمع اليمني بالقوة، مع أن هذه المسألة مرفوضة وليس لها أي عمق تاريخي أو من سابق على الإطلاق أبدا، إنما مشروع هذا يعني المستقبل الذي تسعى إليه من أجل أن يصبح اليمن. طيب أستاذ ثابت، يعني ألم تستفز أطرافا أخرى أيضا طائفيا؟ نعم، ألم تستفز هذه الجماعة أطراف أخرى طائفيا كما تفضلت؟ يعني مثلا ما يحصل في تعز الآن من نعم تفضل. ليس عندنا، أقول لك ليس عندنا جماعات طائفية في اليمن حتى نقول أن الجماعة الحوثية استفزت كل الطوائف الأخرى، أبدا. الشعب اليمني كله كتلة واحدة، شماله وجنوبه، شرقه وغربه، متماسك ورافض للطائفية أبدا. هناك طائفية من، لكن كيف تعلق أستاذ ثابت يعني واحد فقط. نعم، كيف تعلق على ما يحدث؟ نعم. لنأخذ مثالا قريبا، ما حدث في تعز من عنف مضاد ربما شبيه تماما بما يعني بالعنف الذي أتى أو الذي يمارس. ما يحصل لتعز هي ضربة موجهة بقصد إطفاء الشعلة. تعز تمثل شعلة اليمن، روح اليمن النابض، وتركيز الحوثي وصالح أيضا
على تعز هو بقصد إطفاء هذه الشعلة، لأنهم يعرفون ما هي تعز وتأثير تعز، ليس على تعز وحدها فقط بل على الشعب اليمني. ولكن هناك استجابة إذا لما يراد، يعني هناك استجابة من الطرف الآخر أن تطفأ جذوة تعز، ألا يفترض أن يكون يعني هناك مهما بلغت يعني ذروة الألم أو أن يكون هناك حد أعلى من الإنسانية أو من الترفع عن أعمال الخصم؟ طبيعة العصبويات بشكل عام والجماعات المؤدلجة لا تحمل معها إطلاقا أي أخلاقيات في حروبها ولا حتى في تعاملها العادي أبدا. هذه جماعة ترى نفسها أنها من سلالة معينة من عرق مفضل ما وما غيرها لا يستحق الحياة ولا يستحق التعامل ندا لند أبدا. هي لا تقبل بالآخر لا أن يكون تابعا إلا أن يكون دليلا إلا أن يكون محكوما فقط، وبالتالي تمارس معه أبشع أنواع الظلم وأبشع أنواع الاستغلال بشكل عام. هذه جماعة لا تؤمن إلا بنفسها فقط، وهذا السلوك الذي تمارسه أيضا ليس جديدا على الإطلاق. ما تمارسه اليوم جماعة الحوثي مارسته منذ مئات السنين تماما، ويعني كتب التاريخ وأدبياتهم الفقهية والسياسية مليئة بهذه النماذج. يعني اليوم يجري حلقة صغيرة في السلسلة الطويلة، وربما يجري مستقبلا ما هو أبشع من ذلك إذا لم يتم كف هذه الجماعة وتوقيفها عند حدها. نعم، طيب أستاذ ثابت، كيف يمكن أن يعني هذه الجماعة لم تتوقف، كيف يمكن مثلا أن نوقف الجماعة الأخرى حتى لا تصل إلى نفس مستوى تطرف هذه الجماعة أو الأدلجة التي تحدثت عنها؟ ربما أنت تفضلت بقول الجماعة المؤدلجة لا يوقف أمامها شيء، وهناك خشية كبيرة من وجود جماعات أخرى تحمل أدلجيات مختلفة لا تتوقف عند أي شيء أيضا. يقال يولد الشيء ويولد نقيضه معه. لا بد يعني مع هذا الظلم ومع هذا التعسف ومع هذه العربدة للأسف الشديد، لا بد أن تخلق جماعة الحوثي نقيضا متطرفا لها يتشكل يعني غصبا عنها وغصبا عن أي جهة أخرى. ستخلق نقيضا متطرفا لا شك لذلك، ولن يكون بمقدورها توقيفه ولن يكون بمقدور الطرف الآخر أيضا توقيفه. لا شك. يقال أن خدمة اليمين في خدمة أقصى اليسار، علم بذلك أم لم يعلم؟ ثم إن الخصم تطبع بطبع خصمه دون أن يدري. هذه حقائق غفل عنها الحوثي وغفل عنها الكثير. الحوثي لا يمكن أن يصنع من الشعب اليمني جماعات سلام أو شعب سلام بهذا يعني بهذا العنف بهذا التطرف بهذا الإقصاء الذي يمارسه. حتما ستخلق جماعات أخرى متطرفة وربما أنثى تطرفا من الحوثي كرد فعل ليس إلا. إذن شكرا جزيلا لك ثابت الأحمد الكاتب والباحث، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أستاذة نجلاء، أعود إليك الحديث عن هذه النقطة بالذات ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذة نجلاء معنا عبر سكايب من نيويورك. أستاذة نجلاء، يعني كان الأستاذ ثابت ربما في حديثه الأخير يتحدث أن أي رد فعل ربما أي عنف قادم هو رد فعل لما يحدث، هل يبرر أي عنف أستاذة نجلاء بأنه عنف رد فعل أم أننا حقيقة أمام جماعات أخرى متطرفة إدلوجيا؟ إذا حدث فعلا أن هناك تطرف في قرية الصراري وأثبت وتم إثبات ذلك، فأنا لا ربما الفيديو اليوم الذي يعني يصور تفجير القبة يعني كان واضحا أنها الجماعة الأخرى التي قامت بالقصف في تعز قبة تعز. لا نستطيع نهائيا لا نستطيع أن نبرر أي تطرف أو رد فعل، وهذه الجماعات الأخرى هي أيضا جماعات ضد المجتمع وليست مع المجتمع. أي جماعة متطرفة هي جماعة ضد المجتمع، وصديقك اليوم المتطرف هو عدوك عدو الغد المتطرف أيضا. فنحن لا نقبل نهائيا أي تطرف فيما يتعلق بمسألة الحريات الشخصية والحقوق المجتمعية وما يتعلق بحقوق المدنيين. فأنا أرى أن هناك خلط كبير
في هذه المسألة، وعلى المجتمع أن يعيها وأن يفهمها، لكي لأن المجتمع هو الرقابة الحقيقية على مثل هذه التصرفات. نعم، لكن أستاذة نجلاء، هناك خطأ ربما يقع فيه المجتمع، لا أدري ماذا تقييمك له، أن كما تفضلتي يعني صديق اليوم المتطرف ربما يكون عدو الغد. هذا ما حدث ربما في ثورة 2011 حين قبل بأطراف مسلحة ومتطرفة، ما يحدث الآن في بعض صفوف المقاومة، السماح لوجود جماعات متطرفة وغض الطرف عنها يعني تحت مسمى لا تشق صف الثورة سابقا، ربما تتذكرين ذلك جيدا. يعني نحن نتحمل أعباء أخطاء صغيرة، ربما تبدو أنها صغيرة في حينه، ولكنها تتجسم وتكبر في المستقبل. هذا صحيح، لكن ما نراها اليوم أن هناك أصوات ترفض هذا التطرف. أنا يسعدني كثيراً أن أتابع الكثير من المجموعات الشبابية العاملة في الساحات، في الشوارع، في الميدان، في بين المدنيين، في تعز، في الجبال مع المقاومة. أنا تسرني كثيراً بعض الأحاديث القوية التي ترفض كثير من هذه الأعمال المتطرفة، ولا تقبل بفكرة أن علينا أن نسكت كي لا نشق الصف. هذا غير صحيح. أي عمل ضد المجتمع وضد المدنيين وضد بناء الدولة هو عمل مرفوض من قبل، سواء من قبل الحوثيين أو من قبل المقاومة أو من قبل الجماعات الأكثر تطرفاً في المقاومة. فأنا لا أرى أن هناك داع مطلقاً أن نقول أن هذا صحيح، أن تفجر مسجد للشيخ طريقة، هذا أمر مرفوض. هذا موجود منذ قدم السنين، موجود في اليمن واليمن متعايشة معه. لدينا الكنائس، لدينا المساجد للمختلف الطوائف، لا نرفض هذا الشيء ولم نرفضه من قبل. على هذه الجماعات أن تتوقف، وعلى المجتمع أن يتوقف عن محاباة أي طرف. كيف يمكن للمجتمع أن يتصدى لمثل هذه الأمور المتطرفة أستاذة نجلاء؟ عزيزتي، هناك كثير من الأشياء وقف ضدها المجتمع، حتى في صنعاء كثير من الناس الذين هم لا ينتمون إلى أي قوى سياسية ولا ينتمون إلى أي عمل مدني، ولكن مع ذلك وقفوا أمام مثلا تحويل إمام جامع من يعني حوثي، من شخص عادي إلى حوثي. وقف المجتمع، وقف الأفراد، ورفضوا أن يخرج هذا الشخص من جامعهم. هذا كضرب، كمبادرة صغيرة جدا. هناك الكثير من الرفض المجتمعي لكثير من الأشياء التي تعتبر طارئة على هذا المجتمع. ماذا عن من يبرر أستاذة نجلاء؟ هناك يعني شهدنا مجموعة من الناشطين وربما الكتاب من يبررون لمثل هذا التفجير الذي يحدث بأنها تفجير لأماكن تصدر العنف كما يقال، من خلال يعني التعليم الذي تدرسه أو من خلال الكتب الذي موجودة فيه، كيف تعلقين عليه؟ الحل ليس في أن تفجر المنطقة أو المكان الذي هم يتعلمون فيه، لأنهم هم يحملون نفس الفكر فيفجرون المكان الذي أنت تتعلم فيه، لأنهم يعتقدون أنك أيضا تصدر العنف. الحل هو أن تقوم الدولة بواجبها، وأن تتحول من مجرد دولة تعمل على إدارة السياسات الخارجية أو عمل استثنائي من هذا القبيل، تقوم بواجبها في كل منطقة تستطيع أن تسيطر عليها وأن تضع يدها عليها. الحل في أن يكون هناك خدمة للمواطنين، أن يكون هناك تعليم جيد، أن تكون هناك خدمات حقيقية. الحل أن يندمج المجتمع ضمن بعضه، وأن يتحول إلى مجتمع واحد، الإنسان اليمني لا غير. أن يكون فكرة التعايش قائمة على ازدهار المجتمع، وليست نعم. قائمة على مجرد أن أتقبل الآخر لأنه موجود. أنا أريد أن أزدهر بهذا المجتمع وأن أنمي هذا الوطن، علي أن أتقبل الآخر كي أكون يدا بيد نبني. فعلى الدولة أن تبسط ذراعها في كل منطقة من المناطق التي تقوم المقاومة بالحصول عليها أو باستردادها، لا أن تظل المقاومة هي التي تحكم وتسيطر أو تدير عملية المساعدة المدنيين، أو لا ينبغي أن يحدث ذلك. نعم، إذا اسمحي لنا أستاذ نجلاء عند هذه النقطة ننتقل بالحديث للأستاذ حسام السعيدي الباحث السياسي عبر الهاتف من صنعاء. مساء الخير أستاذ حسام. مساء النور وأهلا وسهلا بكم.
أهلا بك أستاذ حسام. يعني نتحدث أنا الأستاذة نجلاء حول التطرف الذي تولده ربما العنف الحاصل على بعض الجماعات، أو أنها تحمل أفكارا متطرفة أيضا تواجه بها الآخر. تحدثت الأستاذة نجلاء عن واجب الدولة الذي يفترض أن تقوم به خلال هذه المناطق ربما التي تسيطر عليها المقاومة، ألا تظل تحت سيطرة المقاومة، يفترض أن تبسط سيطرتها الدولة. يعني المجتمع الآن بحاجة لوجود دولة على الأقل في المناطق المحررة، كيف تعلق؟ أولا مساء النور وشكرا لكم ولضيوفكم وللمشاهدين. الحقيقة أنا تابعت النقاش، وقبل أن أجيب على سؤالك سأطرح نقطة بسيطة. تفضل. نحن في اليمن الحقيقة هناك شرخ مجتمعي ليس وليد اللحظة، وهو منذ فترة أو منذ زمن، ومررنا بمحطات كان يمكن أن نعالج هذا الشرخ ويمكن أن نحقق اندماج مجتمعي معين، لكن للأسف فشل. وكان في البداية ثورة 26 سبتمبر إلى 2011 أيضا، وللأسف يعني واليوم كانت المحطة الثالثة في عام يعني 2015 أو هذه الأزمة، وما تزال تمثل المحطة الأمثل. ولكن كيف هذا ما يجب أن نقوله الآن أو ما يفترض أن نقوله؟ الحقيقة بالنسبة للشرعية، هذه الأخطاء هي لا تمثل مجرد أخطاء أو مصادفات، وإنما هي مؤشرات، نستطيع أن نقول بأنها مؤشرات على وجود مشكلة كبيرة وخلل واسع في سير عملية المقاومة أو في تشكيل المقاومة ومفهوم الدولة. طبعا الدولة هي مجازا، يعني في النهاية يجب أن تحقق، أو الحكومة أو النظام السياسي يجب أن يحقق ثلاثة نقاط مهمة، يعني وهذا خلاصة ما وصل إلى الفكر البشري أو ما يطبق في دول العالم، يعني الحرية، المساواة، التضامن والإخاء بين أفراد الشعب. يعني أن يكون لدينا نسيج مجتمعي لا يعاني من شروخ ومشاكل. للأسف قلنا هذه الأخطاء هي مؤشرات فعلا بدأت في البداية مثلا من المناطق المحررة قبل أن تبدأ من المناطق غير المحررة. من المناطق المحررة هناك إضعاف في فكرة الدولة، هناك ضبابية في المشهد، مثلا هناك قوى تشكل حزام أمني أو يعني لا نعرف من تتبع وما هو مستوى ولاءها للحكومة. الحكومة ذاتها لا تستطيع أن تجد مكانا آمنا لها في عدن أو في غيرها من المحافظات المحررة. هذا جزء. الجزء الآخر أيضا في تعز، مثلا يمكنكم أو إذا والمشاهدين أو المتابعين ملاحظة ذلك، أنه بداية شرارة المقاومة أو شرارة المقاومة كانت من أو عن طريق الجيش والأفراد الذين انشقوا أو لنقل رفضوا التمرد والانقلاب على الدولة. ولكن الآن ما الذي يحدث بعد هذه الشهور الطويلة من الحرب؟ هناك ضعف في قوة هذا الجيش في تعز، هناك ميليشيات ظهرت وجماعات استطاعت أن تسيطر على المشهد وتملك المال والسلاح، بينما هؤلاء الجنود الذين يوالون الشرعية وكانوا هم الشرارة ولديهم ربما أفكار نحن نقف ضد أو يقفون يعني ضد الانقلاب، ولا يقفون ضد الأشخاص، ولا يقفون ضد المجتمع، وليس لديهم مشكلة مع المجتمع، لديهم مشكلة في انقلاب وفي مجموعة سلالية تحاول فرض آرائها على هذا المجتمع. نعم. طيب أستاذ حسام، هناك نعم. شبه يعني عفوا ولو قاطعتكم، هناك شبه تغييب لهذا لهذه المجموعة أو لهذا للجيش. الأمر كذلك في مأرب، في بقية المحافظات. للأسف هناك جماعات، أنا لا أقول جماعات دينية فقط، ولكن هناك جماعات ربما أخرى يعني وبأهداف أخرى تتشكل الآن داخل إطار المقاومة، والحكومة ربما لا تعلم عنها شيء. هل يعقل نعم عند هذه النقطة أستاذ حسام، هل يعقل أن الحكومة لا تعلم شيء، أم أنها لا تريد أن تعلم حتى لا تدخل في تفاصيل هي ترى أنها في غنى عنها حاليا، أو لم تستطع السيطرة عليها بعد؟ الحقيقة من المعيب أن يقال بأن الحكومة لا تعلم شيء، ولكن المعيب أكثر أن تكون تعلم، يعني في نفس الوقت هي مشكلة أنها يعني نعم إن كنت تدري فتلك مصيبة إلى آخره. المهم عموما الحكومة ربما للأسف، وهذا ما أخشاه وما يخشاه المتابعون، أن تكون الحكومة فعلا قد فقدت بوصلة التحكم بالمشهد، وهذا ما لا نرجوه، وأنا إلى حد الآن ما زلت أستبعده، وأظن أنه هناك ربما باتباع خطوات معينة يمكن السيطرة عليه. أولا يجب أن نفهم بأنه لا نتبع، أو على الحكومة أن تتجنب اتباع الأخطاء الموروثة التي تتبعها ربما في المشهد اليمني متكررة، مشهد يعني عدو عدوي صديقي، وليس يجب أن تتم مقاومة
الانقلاب وهذه السلالة بمبدأ الولاء الوطني، بمعنى أنه لا يتم الحشد لهؤلاء لأنه هؤلاء مختلفين معي مذهبيا أو مناطقيا أو 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 إلى آخره. إذا كانوا هؤلاء هم ولكن ربما أستاذ حسام الحديث عن هذه النقطة الآن يأتي متأخرا جدا، يعني صار لنا سنة وستة أشهر وهناك مقاومة وهناك كثير من الجماعات التي تشكلت بداخل هذه المقاومة كما تفضلت، وربما بعضها أصبح لا تعلم به الدولة وربما يعني لديه المال والسلاح وتكونت كميليشيا أخرى. لكن يعني الآن هل كان يفترض بالدولة كيف يمكن أن تعالج مثل هذا الخطأ الذي كما تفضلت به يعني أنها أخذت من يقف معها في المذهب أو في الفكرة دون أن تتأكد من انتمائه أو يعني حبه للوطن أولا وأخيرا قبل أي فكرة تسوقه هنا أو هناك؟ الحقيقة أنه يعني محاولة معرفة أو يعني الكشف عن مستوى الولاء الوطني هو أمر ربما غير واقعي، ولكن يجب على الحكومة مهما كان نحن لا نقول تحييد هذه الفئات ولا أنه نكون لدينا مقاومين بمواصفات خاصة، ولكن كعادة الحكومات وفي هذه المواضع يجب أن يكون لدينا مثلا توجيه معنوي قوي. بإمكانك يا سيدتي أن تلاحظوا مثلا القناة الرسمية التي تتبع الشرعية هي تؤصل لفكرة الجماعة أكثر من فكرة الدولة. أيضا مثلا يعني في الزيارة الأخيرة التي قام بها الأخ الرئيس لمعرب لاحظنا أنه يبدو أن المحيطين أو بالحكومة أو ربما الناطقين بالحكومة أو الجمهور يرى أنه عودة الشرعية تعني عودة الرئيس هادي، وهذا الأمر خطأ. يجب أن يعلم المواطنون وأن يعلم أن تعلم الحكومة أيضا هذا الكلام بأنه عبد رب منصور هذه هو الرمز للسيادة الوطنية، رمز للبلد. نعم ما فيش اختلاف في هذا الموضوع، ولكن في النهاية نحن نريد عودة الدولة قبل ذلك، نحن نريد عودة النظام السياسي الذي اختاره الشعب. نعم. يجب أن يعود الدولة لأنها أو يعود هذا النظام السياسي لأنه تعبير عن إرادة الملايين من أبناء الشعب. يجب. نعم. أن يعود لأنه ضامن لأن تعود الحقوق والحريات لأبناء الشعب. أيضا نقطة أخرى يجب أن نعرف شيء مهم، بأننا اليوم في فرصة لن تتكرر. في 2011 لم يكن هذا المجال يعني مفتوحا كما هو اليوم، والاستمرار في هذه الأخطاء أو هذه هناك أنا أقول كما قلت هناك ترند أو هناك اتجاه عام الآن خطأ كبير وليس مجرد أخطاء ومغالطات. الاستمرار فيه سيفقد هذه الحكومة الشرعية وتفقد نفسها. في اتضحت الفكرة. نعم ونحن نرجو ألا يحدث هذا. نعم اتضحت الفكرة أستاذ حسام السعدي، شكرا جزيلا لك. الباحث السياسي كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. عودة أخيرة لك يا أستاذة نجلاء، ربما تعقيبا على النقطة الأخيرة التي طرحها السيد حسام، يعني تحدث أن ربما يسعد الكثيرون بعودة الرئيس هادي الذي هو يمثل رمز للشرعية ولكنه لا يمثل الحضور الحقيقي للدولة. الناس بحاجة الآن إلى حضور الدولة، حضور القانون، حضور الحرية والمواطنة والمساواة التي يفترض أن يعني تكون على المناطق المحررة قبل أي شيء. كيف تعلقين على هذه النقطة؟ هذا صحيح، هناك المطلب أساسي وهو أن تكون هناك أن يكون هناك حضور للدولة، ولكن نحن ندور في دائرة مفرغة. ما هي الدولة وكيف نستطيع أن نجعل هذه الدولة تسيطر أو لا تسيطر؟ أنا أقول بأنه نحن في مرحلة من المراحل التي لا يجب علينا أن نعول فقط على كلمة دولة ونعتقد بأنها المسؤول الوحيد هو الرئيس عبد الرب منصور. وعلى من نعول إذن أستاذة نجلاء؟ علينا إذا كنا نريد أن نتفلسف نستطيع أن نقول الدولة عليها أن تقوم بواجبها، ولكن إذا كنا نريد فعلا أن نقوم وأن نساعد هذا البلد على أن ينهض، فعلينا أن نفكر كنخب وكقوة سياسية وكدولة وكحكومة وكمواطنين. هناك محاولة وحيدة أن ننهض أو ألا ننهض. عندما لا ننهض سيتدمر الجميع، المواطن العادي قبل الإنسان النخب والقوة السياسية. على الجميع أن يفكر، هذا بلد مدمر، هذا بلد مجروح، هذا بلد يحتاج فعلا إلى نهضة حقيقية. علينا أن نفكر جميعا كقوة وكنخب، ومن تحت النخب كيف نستطيع أن ننظم هذا المجتمع. نحن كقدرات شبابية كيف نستطيع أن ننظم هذا المجتمع لكي نقف أمام
القوى الغاشمة، نقف أمام محاولة سلب الإنسان اليمني تفكيره المتعايش وقدرته على الحياة. علينا أن نقف أمام مسألة الكثير الآن. أنا أعتقد أن من آثار الحرب ستكون الكثير من الحالات النفسية التي ستنتشر في الشوارع كمجانين، وكثير من الانتصار في القيم. علينا نحن كقوة مجتمعية، علينا نحن كمؤسسات اجتماعية أن ننظم المجتمع في إطار المحافظة على هذا الوطن. نطالب الحكومة أيضا، هذا علينا نحن أن نطالب الحكومة في أن تتواجد وأن تفرض سيطرتها وأن نكون أذرع لهذه الحكومة في كل مكان. إذن شكرا جزيلا لك أستاذة نجلاء العمري الناشطة الحقوقية. إذن هناك رسالة موجهة ربما للدولة أولا ثم للمجتمع أن يقوم كلا بواجبه. شكرا مرة أخرى لك أستاذة نجلاء العمري، كنت معنا عبر الهاتف من عبر سكايب عفوا من نيويورك الناشطة الحقوقية. شكرا كذلك لجميع مشاهدينا في هذه الحلقة، نتمنى أن تكون وصلت رسالتنا. يجب على المجتمع أن يقوم بدوره كاملا، المجتمع المدني والناشطة الحقوقيين والمثقفين والكتاب. يجب أن لا ننتظر فقط الدولة أن تقوم بواجبها، هذا لا يعفي الدولة من القيام به بالتأكيد. شكرا لكم مرة أخرى، لن نلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.